إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وده رد على تاني شبهة أثارها أهل الكتاب. فاكرين أول شبهة قالوا إيه؟ قالوا كيف يا محمد صلى الله عليه وسلم بتقول إننا على ملة إبراهيم وإبراهيم لم يكن يأكل لحم الإبل ولا يشرب ألبان الإبل، فإزاي أنت على ملة إبراهيم؟ فربنا أخبرهم بأن هذه الأمور لم تكن محرمة في ملة إبراهيم، ده أنتم اللي بتختلقون الكذب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. من إسرائيل؟ يعقوب. أحسنت. حرم على نفسه إيه؟ لحم الإبل وألبانها. طيب ليه كانت المناسبة إيه؟ لما أصيب بمرض، قلنا بعض العلماء قالوا عرق النسا، مش عرق النسا، عرق النسا، فقال إن شفاني الله عز وجل لأتركن أحب الأكل والشرب إلي، وكان لحم الإبل وألبان الإبل. فده تحريم خاص كأنه نذر على نفسه ألا إيه؟ ألا يأكل لحوم الإبل. لكن في ملتي ليست إيه؟ ليست محرمة، ولا في ملة إبراهيم ولا في ملة النبي صلى الله عليه وسلم. فجم وقالوا شبهة تانية، قالوا طيب أنت إزاي يا محمد، أهل الكتاب، إزاي يا محمد صلى الله عليه وسلم بتبقى قبلتك الكعبة مع إن أول بيت لله كان في بيت المقدس المسجد الأقصى؟ فالمفروض أول بيت ربنا سبحانه وتعالى بناه يكون هو ده القبلة بتاعتك. طبعا معتمدين ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني لا يوحى اليه، هم عارفين الكذب الذي عندهم، ولكن بيختبروا النبي صلى الله عليه وسلم. طب قول لنا، طب اعرف لنا، طب ازاي؟ فالله عز وجل بين خطا هذا المفهوم وقال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، اللي هو ايه؟ المسجد الحرام. يبقى اول بيت لله عز وجل هو ايه؟ المسجد الحرام. اول بيت بني في هذا العالم ليعبد فيه الله هو المسجد الحرام. ولذلك ابو ذر مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يا رسول الله اي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ من يعرف؟ مين؟ إيه المسجد اللي بعد المسجد الحرام؟ المسجد الأقصى. أحسنت. قال المسجد الأقصى. قال فكم بينهما؟ قال 40 سنة. بين المسجد الحرام وبين المسجد الأقصى 40 سنة. قال ثم أين؟ قال فحيثما حضرت الصلاة فصلي فكلها مسجد. ودي من خصيصة المسلمين، إن في أي مكان لهم أن يصلوا فيه. والدروس اللي بنقولها بعد العشاء قلنا ما عدا 3 أماكن يحرم الصلاة فيها، اللي هي المقبرة والحمام وايه؟ ايوه، حظائر الابل اللي هي مرابد او معاطم الابل، الاماكن اللي بتبرك فيها الابل، لكن الاماكن اللي بتبرك فيها الغنم جائز. قالوا ليه؟ قالوا لا نعلم، العله تعبديه. فاي مكان تصلي فيه كل الايه؟ الاماكن مسجد. ماشي، ما احنا قلنا المساله دي بالتفصيل. لا، حتى ولو لم تكن نيتك انك تصلي لصاحب القبر، فحسما لماده الشرك وللانسان لا يتعلق بغير الله، منع المسلم من الصلاه في المسجد الذي فيه قبر. مع انه هيصلي لله، لكن هذا من باب ايه؟ سد الذريعه.
علشان مش يوم من الايام يظن ان المسجد ده له خصيصة احسن لوجود القبر، فلا نمنع ان تكون في فرصة ان يتعلق بايه؟ بالقبر، بل يتعلق بالله عز وجل. تفضل. المسجد المقصود هنا للذي ببكة، للي في مكة، فالمقصود لا المقصود المسجد الحرام، المقصود المسجد الحرام. بكة للذي ببكة، بكة اللي هي ايه؟ مكة، اسمها بكة واسمها مكة. ليه اسمها بكة؟ نعم، بكى فيها الرسول، ماشي، بس مش ده القول الصحيح عليه الصلاة والسلام. قالوا لأنها تبق، يعني تدق أعناق الجبابرة الذين أرادوا لها السوء. من يريدها بسوء يقصمه الله عز وجل. فهي بكى من البك، يعني الدق، يعني تدق أعناق هؤلاء الجبابرة الذين أرادوا لها السوء. مباركا، إيه وجه البركة في مكة أو في البيت الحرام؟ الصلاة فيه بكام؟ ب100,000. يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ الحج والعمر اللي هي من أجل الأعمال إلى الله بتبقى فين؟ في مكة. يبقى مبارك ولا غير مبارك؟ مبارك. يبقى هذا البيت مبارك، يكفي انه هو قبلة المسلمين جميعا، ده من بركته. ولذلك وهدى للعالمين، هداية للعالم كله، ان هو ده موطن استقبال القبلة. وهدى للعالمين، يهتدي المسلمون في شتى بقاع الارض الى الكعبة كقبلة للعالمين، للعالم كله. يبقى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكده ردينا على الشبهة الأخرى اللي هم ادعوا، أهل الكتاب ادعوا أن المسجد الأقصى هو أول مسجد بني في الأرض، والحقيقة أنه المسجد الحرام.